ليه ربنا يعني يعني هو اللي اختار الدين؟ هو ليه احنا مش احنا اللي نختار الدين بتاعنا؟ لا انت اللي اخترت الدين بتاعك، ويجب عليك ان انت تختار الدين بتاعك. وربنا سبحانه وتعالى وضح لنا كل شيء، وأرسل الرسل وأنزل الكتب. وتفضلي ابحثي، ولكن ابحثي عن الدين الحق. الدين الحق أنا عايز أعرف الإسلام أمرك بإيه، وانت شايفة إنه كده أمرني بحاجة وحشة. إيه هي الحاجة الوحشة اللي في الإسلام؟ إنه قال لنا صلوا، إنه قال لنا صوموا، إنه قال لنا ما تظلموش الناس، إنه قال لنا ما تكذبوش. فمن هنا عرفنا أن هذا الدين هو الدين الصحيح. في أدلة تانية فلسفية بتؤكد هذا، وهي قضية معجزة القرآن الكريم، ودي هنفرد ليها كلام لوحدنا.